بعد قراري المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بالإقليم، عدم دستورية تمديد عمر البرلمان في الإقليم وإحالة الحكومة إلى تصريف أعمال، جاء قرار حل مجالس المحافظات. مآلات هذه القرارات وتأثيرها على الإقليم. تحية لكم ولمشاهديكم ولضيفك الكريم سيد الكريم. حقيقة الانتخابات عقد اجتماعي بين الناخب وبين النائب، ولكن حكومة البارتي واليكتي المنتهية الصلاحية في إقليم كردستان حقيقة يعني عملوا أفعال شنيعة وشوهوا سمعة الأقليم إقليميا وكذلك دوليا. لا يجوز ولا من الصحيح وغير قانوني وغير دستوري أن تمدد مجلس منتخب يعني أعضاءه مدته يعني المقررة. لذلك يعني فعلوا أفعال يعني لا يستطيع أي قانون وأي شيء تعريفه. نحن كحراك جيل الجديد من خلال بيانات ومن خلال بيانات رسمية معلنة ومن خلال كتلتنا في برلمان كردستان في دورته الخامسة، وكذلك من خلال مقابلات سيد شاسوار عبد الواحد رئيس حراك جيل الجديد، قلنا لهم مرارا وتكرارا بأن هذه التمديدات التي تقومون بها هي ليست قانونية وسوف ترون نتائجه يعني المخجلة على أقليم كردستان. حقيقة نحن الآن يعني كمواطني أقليم كردستان نشعر بالخجل من خلال فضح كل هذه الأفعال اللا قانونية التي قاموا بها حزبي السلطة الاتحاد الوطني الكردستاني وكذلك الديمقراطي الكردستاني وما يقول إليه ما ترونه من يعني نحن في شهر في نهاية شهر التاسع ولم توزع رواتب الموظفين في الشهر السابع. هذه ما آل إليه، وكذلك تقول إليه انكسارات وانتكاسات يعني سوف نراها في يمكن الأيام القادمة والأسابيع القادمة وعلى الأكثر في الأشهر القادمة.